قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل شريف من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطار بركاته على جميعنا أمين من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد من هو هذا ملك المجد رب القوات هذا هو ملك المجد الليلويا من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطار بركاته علينا أمين مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد إلى الأبد آمين وفيما هم يتكلمون بهذا وخف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم السلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم Behold my hands and my feet that it is I myself handle me and see for a spirit does not have flesh and bones as you see I have When he had said this, he showed them his hands and his feet. But while they still did not believe for joy and marveled, he said to them, Have you any food here? So they gave him a piece of a broiled fish and some honeycomb. And he took it and ate in their presence. Then he said to them, These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Then he said to them, Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and the remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. And you are witnesses of these things. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. And he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. Now it came to pass, while he blessed them, that he was parted from them and carried up unto heaven. فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله والمجد لله انا عايز اسمع الكل بصراحه مش صح كده تفضل والمجد لله نقولها كل الشعب تفضل حبيبي مجد لله بسم الاب والابن والروح القدس الى الله الواحد امين ارجو ما تزعلوش مني انجيل النهارده بيقول وكانوا يسبحون مش وكان يسبح واحد او اثنين او ثلاثه منهم خطيه علينا احنا الكهنه وعلى الشمامسه وعلى الشعب
ان الكنيسه كلها ما بتشتركش في التسبيح ده. يقول وراجع الكل فرحين، يعني بحزن. انا في الكنيسه عندي بصراحه نيفر اقبل لما بيبقى حاجه زي كده، بقول لهم انا مش حاجه احضر القداس، ما نقدرش نعمل قداس والشعب مش فرحان بالمسيح. المسيح كان ممكن بعد القيامه يقوم على طول ويصعد تاني يوم، لكن زي ما سمعنا النهارده في الانجيل من لوقا البشير يقول انه لما اتكلم معاهم خافوا وجزعوا وفكروا انهم روح، انه هو روح. فقال لهم المسوا ايديا، مسوا جنبي، وانا هاكل معاكم عشان تعرفوا ان اللي مات هو اللي قام. فالسؤال اللي دايما نساله، ايه اللي قعده 40 يوم رب المجد ما بين القيامه والصعود؟ 40 يوم دول مش قاعد بيشفي مرضى زي ما كان الاول ويقيم موتى وغيره، قاعد يقول لهم انا مين؟ انا اللي قمت عشان تقوموا معايا، وانا صاعد عشان قلوبكم تصعد معايا. عيد الصعود مش مجرد احنا جايين نعمل قداس ونمشي، ولا نسمع لحن ونمشي، ولا حتى نتناول ونمشي. عيد الصعود معناها اعماقي في الداخل تصعد مع ربنا، وابقى فاهم كل حاجه بتتقال ومشترك في كل تسبيحه من تسابيح. ما فيش انفراديه ابدا في حياتنا مع ربنا. فوق في السماء مش هيقف رئيس الملائكه يسبح ربنا وبقيه الملائكه ساكتين، خطيه كبيره. ارجو كده بكل اصرار، انا بقولها من كل قلبي، وانا بقولها لان ضيف وحمشي ان شاء الله امشي بكره، لكن عايز اقول حرام ان الكنيسه ما تبقاش صوره ايقونه للسماء اللي كلها متهلله. مسحنا احبائي قعد الاربعين يوم كان بيعمل ايه؟ يمشي يلاقي اتنين رايحين قريه من القرى عمواس، فبيقول لهم بتتكلموا في ايه؟ قالوا لهم انت مش عايش في اورشليم؟ بنتكلم لان كان في واحد كانوا بيظنوا ان هو المسيح اللي خلصه. فبدا يشرح ليهم، يقول وشرح لهم الكتب، كلمهم من المزامير والنبوات، وبعدين قالوا وشرح لهم من الكتب. ولما دخل واخذ الخبز والخمر حولهم لجسد قدامه، انفتحت عينيهم ورأوه فاختفى من قدامه. نفسي يا ربي في كل كنيسة، في كل بيت، في بيوتنا نصلي كده بروح كل واحد قلبه ملتهب، بيقولوا أنا مش هسيبك غير لما تسحب قلبي للسماء. بزعل جدا لما تيجي واحدة ستة واحد يقول لي إزاي أحب ربنا؟ إزاي قلبي يلتهب بحب ربنا؟ أنت بتحب ابنك الصغير، ولو تأخر شوية تبقى بتضطرب، مش هتحب اللي خلقك وخلصك وفتح لك باب السماء ووضب لك مكان. أحبائي في صعود المسيح مش صعد علشان يجلس قدام الآب وينتهي، ده صعد علشان يهيئ لكل إنسان على الأرض أن يكون له نصيب في الميراث الأبدي. يقول معلمنا بولس الرسول كلمة جميلة عن الصعود، أن احنا ورثة الله وإيه؟ ووارثون معه. أنا مش عايش هنا عشان مجرد أصلي باكر والنوم، وأصلي في نص وسط الأسبوع وأجي الكنيسة وأسمع واعظة وأقعد مع أبونا أقول له أنا غلطت في كذا وكذا وكذا وأعترف، كل ده حلو، ده ضروري. لكن المبدأ الأول والحقيقي، أنا قاعد علشان كل يوم أدوق السماء، كل يوم أدوق السماء، وأعتبر النهاردة أحسن يوم في أيام حياتي، لأني بشوف المجد. يقول كده معلمنا بولس الرسول من مجد إلى مجد. أنا مش قاعد هنا عشان أقول سني 80 سنة 50 سنة 10 سنين، أنا قاعد أقول له النهاردة يا ربي أنا قاعد معك في السماء. أرجو أن احنا كلنا ككهنة كأسقفة كبطرك
كأطفال صغيرين رجال سيدات احنا مش عايشين في الارض مجرد جايين ونعمل كنيسة ونبنيها ونصلي في البيت في المخدع بتاعنا كل ده مطلوب مش بقول لا لكن اهم حاجة مطلوبة ان انا التقي مع المسيح باستمرار ودايما بقول له خدام درس الاحد اي مرة تدي درس سواء تاريخ كنيسة قانون كنيسة تفسير في الكتاب المقدس اذا ما التهبتش قلوب اللي قدامك بحب المسيح يبقى الكلام اللي انت بتقوله ده ما يسويش حاجة احنا شغلتنا احبائي ان مع كل يوم الاقي سماء مفتوحة واقول له أجمل أيام حياتي الآن يعني وأنا في الكنيسة مش أقول أبونا قال إيه في الوعظة الشمامسة قالوا إيه يا ترى الشمامسة كانوا كتار كانوا حلقات دي ترموها برا أنا كلنا في موجودين لو كان حتى واحد بس اللي في الكنيسة قلبه مرفوع بيشفع في كل البشرية بيقول له يا رب شوف كل بني البشر فرحانين بيك سعد بيك منتظرينك تقرأ سفر الرؤيا في الأصحاح الأخير يقول إيه؟ نعم إيه؟ تعال أيها الرب يسوع نعم تعال أيها الرب يسوع لو النهاردة تناولته وأنتوا طالعين مش بتقولوا من أعماق قلبكم نعم تعال أيها الرب يسوع يبقى ده أمر بالسليم ربنا يدينا كلنا أحبائي وأنا أقولكم بخاف على نفسي بقول له اوعى يا رب يعدي يوم ما شفكش وما تمتعش بيك لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أرجو في القداس كلنا نشترك لو سمحتوا والشمامسة مش واحد اللي يقول لو سمحت خلت الميكروفون هنا كلكم تقولوا أنا بحضر في كنائس ما بعرفش مين الرئيس في الشمامسة كلهم صوت واحد كلنا